هذه هي الجزائر، مزغنا، البهجة أو المحروسة كما كانت تلقب قديما. ولكن وراء جمال الجزائر البيضاء ببياض ولمعان عماراتها ومبانيها وبين جدران أزقتها وعماراتها، هنا يؤد الحلم. منا مسكين باش يسكن في باطيمة، قالهم نسكن النهار ونموت، مات وهي في قلبه باطيمة. علمت باللي الجزائر بلا بدون قصدي، نهار كملنا من امبراطورية الرملي، هذاك النهار بالنسبة لي أنا ما بقاش قصدي، لأن كل ما تبقى سيدي قفقد أنفالو مونجي. فماذا لو كنت تعلم يا زوخ أن القصدير الذي تباهيت بالقضاء عليه في إحدى تصريحاتك التلفزيونية هو أرحم عند بعض العائلات الجزائرية التي تتخذ من الخيم مأوى لها يقيها حر الصيف وبرد الشتاء. كبر شحال فيه؟ شبر. ها؟ شبر. احسبوا لي 7 شبر وعطهم باختصار، يعني مشي كي نموت ديروا لي كبر، مادام ني حي ديروا لي لولادي مشي. الحصول على سكن، الحقيقة الأقرب إلى الخيال عند الجزائريين. عائلات لا تزال تعيش على أمل أن يتحقق الحلم وتحمل أيديهم مفاتيح السكن الجديد. وآخرون رحلت أجسادهم من قبر المعاناة في الدنيا إلى قبر الآخرة. من 2011 وحنا دايرين دوسي في السوسيال، ما كاش كل مرة يقولون جدوا الدوسي جدوا الدوسي، جددناه ما كاش. بعد درنا براكة اللي هنا يسكننا فيها 4 سنين، كيريبونا ما طاولناش السكن. راح رجلي للمير قال له كيفاش ريبت وما عطيتوليش، أنا وليد الحي وساكن هنا 4 سنين وأنا ساكن اللي هنا في البراكة هذه، كيفاش ما تعطوليش؟ قالوا السيدة ويخرج فيها ما كاش وين نروح، قالوا المير روح دير قيطون. وحالات أخرى مماثلة تتقاسم نفس المعاناة ونفس المصير ونفس الحلم. على بعد 16 كيلومترا شرق العاصمة وبالتحديد في حي الحميز 5، هنا الكارثة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت عن أناس يعيشون هنا قرابة 15 سنة، مشاهد صادمة في قلب الجزائر البيضاء. خيم بالية ووجوه شاحبة وحياة أقل وصف لها أنها بدائية. إحنا رانا من 2005 هنا حيت الحميد 5، جيت الواد تاع الواد تامينة رحلو، إحنا رانا قريب 20 سنة عدنا هنا. هنا راهي الله يبارك كاين فايت 35 سكنة ولا فايت 40، من 40 ولي شي نسى هنايا كاين مربيين اليتامى رجال موتى، كاين هنا مساكن اللي عاد معاق، كاين انسان كاين المريض. شتقايطون هذه ماهيش حاجه تاع سكنه ولا حاجه تاع براكه فيها تيرنيت، نقول بالك تيرنيت براكه تقدر تتحكم فيها، بصح هذه خيمه لازم الشتا تفوت، البرد كاين. فهل يصدق المشاهد حقيقه هذه الصور ونحن على مشارف سنه 2020؟ الكلاب كاينين تاع الكلب هذوك، والله كاين واحد انا كلب قداش النعجه دوكا، والله يا تروح من قتل الجلفة دوكا، هنا كنا واحد الساعة ساعتين تلقى الجلفة حق الحنشة تلعب تحتك. أنا عندي طفلة صغيرة عندها مولات عام كلاتها اللي طوم بالراس، والله كلاتها وكاين احنا كاين هنا نص العائلة، واحد كلاته من اليد واحد كلاته من العين، كل واحد من كلاته. 15 سنة تمزقت خيامهم وزاد عددهم، ولا تنصدموا إن قلنا لكم أن هناك عائلات بدون وثائق وأطفال حفاة عراة لا يعرفون الدراسة أبدا والأمية الحاضر بينهم. تقربنا منهم أطفال يفوق سنهم 10 سنوات لم يدخلوا المدرسة أبدا، ولكم أن تتصور المعاناة.
شحال في عمرك انت؟ ودي قراونا الجامعه هنا وبطلوا. شحال في عمرك؟ وانت؟ 15. جامي دخلت ليكول؟ هل راك تشوف ما كاش اللي داخلين؟ في واحد الله يجري اللي راه داخلين ليكول هذاك الوقت. والمسجد راك تروحوا للجامع؟ حنا ما كانش هنايا، هنا قول، حنا ما كانش اللي عنده مثلا تاع خدام مع الدوله ولا خدام في نصر، حنا كون ما خدموش هكذا بالخبز هكذا لقطه بالشوارب ولا حاشاك لقطه البلاستيك نبيعوا ما نعيشوش، ما كانش العيشه، ما عندناش 200 وحده. عندنا هذيك 200 كان اللي قراهم كان اللي قال لك روح جيب ريزيدونس، كفاه انا جزائري جيب ريزيدونس، من جيب ريزيدونس انا؟ جزائري كاع لك جنسيه جزائريه، ريزيدونس باه تدخل ولادك يقراوا، ما عندكش ريزيدونس ما دها يقراوش، يخرج امي ما يروح يستنفع به طبيب ولا يستنفع به يدخلوا دوله ولا يستنفع به باللي يديروا قدوه هو مقرر ما كاين والو، يخرج امي يطلق يسرح. هذاك اللي يكون كاين هنايا واحد مسكين كثر خيره، او دخلنا احنا هذا 7 دراري ولا 8 اللي يكون، هذاك والله كاع ما كانش اللي يقرا، انا فيه ما كانش اللي ما نقراش. انا راه في عمري 30 سنه ما كان لا قرايه لا والو. احنا كاع زايدين هنا، انا ياك وقتي زايد في البليده. كاين اللي زاد هنا في الحراش، انا ولادي كاع زايدين هنا في الحراش. السلطات المحليه في سبات عميق، وحجتهم ان هؤلاء هم بدو رحل. العائلات ماشي اغلبهم، كاين واحد 20 عائله كانت قبل 2007، كي كان الاحصاء الوطني تاع 2007 كانت قدموا مصالح تاعنا مصالح تقنيه للبلديه لاحصاء هذا المواطنين هذو، كانت حوالي كما قلت 20 عائله. السكان من جهتهم ينفون، كل هذا يحدث في العاصمة. جاونا المشكل البلدية، جاونا في جاونا تاع هذاك هذيك تاع بندرم، شافونا في الصحية ودي ما كانش يشوفوا، يماركونا يقولنا وشحال عائلة وشحال ما شحال كذا كاينين، في الصحية ودي ما كاين، بدلوا رحل بدلوا رحل الإنسان هذا تاع شهر 20 يوم 15 يوم يرحلوا مربي النعاج، بصح حنايا مانيش مهم بدلوا رحل، باللي أنتم ما عندكم قواطن، باللي عندكم قواطن وعندكم خيام ماهيش تاع سكنة، حنا راه الآخر هنا عندو 20 سنة. كانوا من البدو الروحل كانوا رفضوا الاحصاء تاعهم، كانوا رفضوا الاحصاء تاعهم وتكلموا مع عمال مصالح التقنيه تاعنا، قال لهم حنايا رانا هنايا كما يقول بروفيزوار، الوقت اللي تحقوا المكان حنا نروحوا. من 2005 وحسب 20 سنه هنايا ما كانش ولادنا كانوا نسم كاع زادوا هنا، كاع زادوا هنايا ولادنا بصح ما كاين والو. كون عيني في بدل الروح وعيني تاع الصحراء نروح لبلادي، نروح للصحراء ندير النعجه ولا المعزه ولا ندير شحبيت، نقعد في الصحراء تتكسل بها، بصح انا اليوم راني جزائري وانا راني في الجزائر. كما تابعتم مشاهد صادمه من قلب العاصمه، حياه اشبه بالبدائيه تنعدم فيها مظاهر الحياه الكريمه. كل هذا يحدث امام مرأى السلطات المحليه وبعلمهم دون ان يحركوا ساكنا. والسؤال طبعا موجه أيضا للقائمين على قطاع التربية، متى سيتحركون لإنقاذ هؤلاء الأطفال من غياهيب الأمية والجهل؟